السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بس عبديكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مراحب يا اهلا بمين يشارك، يعني لوحتين كده لطاف. انه الجوكر، طبعا شخصيه الجوكر والمبدعين الاثنين اللي ورايا دول عملوا الجوكر بطريقه واستراتيجي في باتمان جبار، اداء تمثيلي على اعلى 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 مستوى. وهنا او في اطار كرة القدم دايما بنستخدم كلمة الجوكر، اللي هو اللاعب الجوكر اللي بيروح، اللي بيعرف اكتر من ماتش، اكتر اسف من مركز، المجهود. انه طبعا شخصية الجوكر في الافلام غير شخصية الجوكر في ارض الملعب، دي حاجة ودي حاجة. هنا في الافلام شريرة شوية، في الارض الملعب خيرية جدا، يعني بتاعت خير، بتشترك هنا وهنا وهنا وبتلعب في اكتر من مركز في اكتر من وقت يعني. فهو ده الفرق. وباعتبارنا بنتكلم في الكوره، فعاوز اقول لكم ان احنا هنتكلم عن الجوكر، جوكر نادي الزمالك، اللاعب اللي كل جمهور الزمالك يضع عليه كافه الامال في ان الزمالك يكون بطل الدوري ان شاء الله الموسم ده، وان شاء الله هيكون بطل الدوري. والجوكر ده برضه كل المنافسين يخشونه ويخافونه. نعم، ازاي؟ هو بيبرق لهم ويخوف لهم، بيبرق على فكره في الماتشات الاخيره كان بيبرق كده للحكام ويمين وشمال. لا، الموضوع هنا مش في التخويف، في انه الراجل ده بيأدي اداء يقش بيه، يكسب بيه، يكتسح بيه الكل. ايوه، هو احمد سيد زيزو. ماله احمد سيد زيزو بقى؟ احمد سيد زيزو هو نجم شباك نادي الزمالك، هداف الدوري المصري، اللي انا قلت لكم عليه من فتره ان عيون النادي الاهلي او العيون الحمراء هتبقى عليه، ياخدوه او يبوظوه، يبوظوا افكاره ويبوظوا يعني مبدأه ويخلوه مهمل، لاعب مش محترف ومش ملتزم. لكن الحقيقه ان هو اثبت كفاءه، انه لاعب ملتزم محترف قوي متميز وجوكر فعلا لنادي الزمالك. العب جناح، يلعب جناح، يلعب تحت راس حرب، يلعب تحت راس حرب، يلعب في لحظه ما راس حرب، يلعب راس حرب، واخر راس الحربه والتكمله من تحت لقدام هو هدف، هدفه في النادي الاهلي، الهدف الذي اشعل الغضب والذي جعل العيون الحمراء تعود مره اخرى ناحيه احمد سيد زيزو. فيطلع حاجة مهمة جدا تقول أن هناك لعيبة فيها منشطات، ويقول لك ولعيبة الزمالك بتاخد منشطات ولا لا ومش عارف ايه. أسألكم وأسأل نفسي، هم لعيبة الزمالك بتاخد منشطات ليه؟ ده بداية الموسم زي ما أنتم عارفين، كانت الدنيا رايحة فين مع أخونا كارتيرون. كارتيرون عد بقى زي ده، يقول لك كارتيرون قال الشرق الإماراتية يا راجل، يعني دي قصة كده هنبقى نحكي لها في فيديو بعد كده يعني. المهم، فأحمد سيد زيزو الجوكر بتاع الزمالك يتقال عليه انه ايه، منشطات ومش عارف، يبداوا يعملوا مداخلات مع رئيس لجنه المنشطات مش عارف في الايه، ويكلموا مين يعملوا ايه، اي حاجات في اي حته. بس انا هسالكم سؤال، فكره لما تتهم نادي ولاعيبه بانهم بياخدوا منشطات فدي اهانه شديده، ومش بس بتهم بس اللاعب الملتزم المجتهد المتدرب اللي بيأدي اللي عليه، لا، انت بتهين كمان نادي بقيمة الزمالك، وتهين جماهير بالملايين زي الزملكاوية، وتهين مجلس ادارة الزمالك انه سايب يعني يحصل حاجة زي كده، وتهين فيريرا هذا البروفيسير، اللي هو اكيد مقتنع اقتناع راسخ ان فكرة المنشطات في الكورة شيء مقزز او في الرياضة. يعني فيريرا مش موديله انه اكيد لا، ناخد موديله انه ما فيش الكلام ده، ممنوع. ثم انك تهين محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي الذي انتم بانفسكم تعترفون انه اشطر من اي طبيب موجود في الدوري المصري، والاصابات قليله، عشان كده يقوموا طالعين حكايه الايه المنشطات. ليه بالعقل والمنطق احمد سيد زيزو بريء من تهمه المنشطات وغيره من لعيبه نادي الزمالك؟ هقول لكم، لان احمد سيد زيزو مش بيلعب امبارح، حاسس بيلعب ببدايه الموسم، وكان في بدايه الموسم منشطات، يعني ايه؟ يختاروا لعيبه ويشوفوا منشطاتهم في الدوري المصري.
ثم كمان الزمالك غريبه برضو كان بيلعب في افريقيا، وافريقيا كان بيلعب فيه كل ماتشين، كل ماتش ياخدوا اتنين عندهم، لغايه 1 مايو اعتقد اللي فات الزمالك كان بيلعب في افريقيا مع سجراده، صحيح ما كملش المشوار دي حاجه تانية. لا ومش بس كده، ده احمد سيد زيزو يا جماعه يا اصدقائي الاعزاء انه كان يشارك مع المنتخب المصري حتى شهر يونيو اللي فات، اللي برضه في افريقيا بياخدوا حكايه المنشطات بيعملوا العينات. ليه؟ لانه هو الوحيد الذي له اثر قاطع وواضح وصريح لنادي الزمالك، ولازم اهتزاز في مستوى الزمالك باي شكل. الكلام والناحيه الثانيه الاهلي مستواه مش ولا بد، فنعمل ايه؟ طب ما احنا لازم نهز الزمالك ده نوقعه، فنضرب في موضوع ان احمد سيد زيزو بياخد منشطات او اتهامات من المدير ده يعني، ولعيبه الزمالك والزمالك، لانه ما ينفعش يقفوا ويوصلوا للمرحله دي، عيب عيب طبعا. ازاي الزمالك يكون بطل الدوري؟ هو ازاي بطل الدوري؟ ان شاء الله الزمالك بطل للدوري وهتشوفه، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه تتذكروا ان انا قلت لكم الكلام ده، وتيجوا تقولوا لي يا شادي برافو عليك انت كنت متوقع صح. بقول لكم ان شاء الله 28 29 30 الثلاث ايام دول فيهم مباراه هتتلعب للزمالك هي اخر مباراه في الدوري، ويمكن قبليها ازاي يكون بطلا للدوري ان شاء الله. ليه انا بتكلم في الموضوع بتاع زيزو؟ عشان الربط والعجن كتير وكلام ملوش اي معنى ولا ليه قيمه غير البروباجندا الفاسده المفسده. زي مثلا انه يتقال ان لعيبه الزمالك بتتخانق مع بعضها واحمد سيد زيزو برضه، هذه اخبار فاسده ومفسده. لكن عاوز اقول لكم بقى حاجه كده انا يعني هاخدها في دقيقتين يعني مش هطول فيها، ان هناك معجزه تحدث في الدوري المصري. معجزه بما يعني زي ما الكتاب قال عن المعجزات. ان نادي الزمالك اللي بدا مستواه سيء ولعيبه بتمشي ولعيبه بتتمارض يعني وعاوزه تاخد بعضها وتمشي زي طارق وابو جبل، وناس اتجدعنت وبقت واقفه رجوله مع الزمالك زي بن شرقي، وناس هربت زي سيسيه، وناس مستواها وحش ونطلع شباب وبتاع، طبعا ما حدش كان يتصور زي كوبا بطل للدوري اساسا. في بقى معجزه اخرى مع معجزه الزمالك دي، وهي معجزه استر كامباني، او بمعنى اصح معجزه علاء عبد العال. الراجل ده آمن إيمان راسخ إنه ممكن يعمل حاجة. بالعكس أنا بدأت أحس إنه شاف الفرق كويس أوي المنافسة ليه، وعرف إنه مش هو اللي هينزل. وأعتقد إن أنا قلت لكم إن مستوى المقاولون والجونة سيء جدا جدا، وإن هما الأقرب للنزول، وإن إستر كامباني أداؤه أفضل من الفرق دي. وأنا ما زلت عند رأيي، والدليل اللي عمله إمبارح استر كامباني. السؤال بقى في اللحظه دي، هل يفعلها استر كامباني؟ المنافسه شرسه جدا. الناس هتقولي بس يا شادي خلي بالك الزمالك يوم الجمعه اللي جايه عنده ماتش مع الجونه. وانا بقول لكم بشكل امين مع شديد احترامي لفريق الجونه، لكن ما حدش هيقدر يقف قصاد الزمالك. بتبالغ قوي يا عم شادي. انا بقول الكلام ده يا جماعه قبل كام ساعة يا شادي؟ قبل 6 ساعات من مباراة بيراميدز، بقول لكم إن مفيش حد هيقدر يقف قصاد الزمالك. ثقة؟ ثقة، ما أقدرش أنكر. وراها إيه؟ وراها إحساس. وراها إحساس بإنه ربنا سبحانه وتعالى هو السبب الحقيقي والأساسي في وصول نادي الزمالك لهذه النقطة. ولن يخذلنا. لا طب ما هو برضه بيراميدز ما كانش موجود وجد. هنا بقى الموضوع انه الهواء اللي يعني بطل الدوري الموسم اللي فات هو الزمالك. الاحساس ده ما وصل للعيبه، هو وصل لكل لاعب في الزمالك، اداهم حافز وهدف اقوى كثيرا من هدف بيراميدز انه يحصل على اول بطوله دوري. بيراميدز يملك الحظوظ، لكن حظوظ الزمالك اكبر كثيرا. لكن افتكروا انه المعجزات عادت مره اخرى الى ارض الواقع.
وحدثت هذا الموسم في الدوري المصري. اشوفكم على خير في اللي جاي، ودايما اسعد بوجودكم معايا، ودايما كده تحافظوا على لعيبة الزمالك، وخلي بالكم من الشائعات اللي جاي، شائعات اكتر حمادة غير حمادة اللي فات خالص، شائعات اللي جاية حمادة غير حمادة اللي قبل كده. اشوفكم على خير في اللي جاي، سلام، ويا ريت يعجبكم الجور، سلام.